Nador City.com. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم قمنا بتنظيم هذه الوقفة السلمية تنديدا على الجريمة النكراء الذي قام بها بعض المستهترين متابعين للمديرية العامة للأمن الوطني الذي أدى في تدخلهم إلى سكتة قلبية لأم الضحية هنا في هذا المكان، وحيث أن تلك السيدة رحمها الله. الواقع بأن الأجهزة الأمنية دائما تتهور في هذه التدخلات. المشرع المغربي شرع القوانين ولم يسمح بهذه التدخلات ولا هذه التجاوزات، إلا أنني أظن أن هناك رؤساءهم المسؤولين عليهم هم الذين يسمحوا لهم بالتطاول على الشعب. أمير المؤمنين الملك محمد السادس في خطابه الأخير نوه بحقوق الإنسان في الشمال، وقال في خطابه: كيف يحترم حقوق الإنسان في الشمال ولا يحترم في الجنوب؟ وهنا ماذا يقوم عناصر الأمن الوطني إلا بإطاحة كلام أمير المؤمنين وتكذيبه بأن في الشمال تنتهك حقوق الإنسان. ولكن الحمد لله بأن هناك قوانين وهناك ملك، حيث أن الدولة قامت بتشكيل لجنة قضائية وإدارية، وهناك استفسار من المديرية العامة للأمن الوطني، وربما سيكون هناك توقيف ومحاكمة لهؤلاء المجرمين الذي قتلوا أمنا هاته والذي ارتكبوا فيها هذه الجريمة النكراء. لن نسكت ولن نتراجع في الدفاع عن حقنا حتى النهاية، فإن هذا منكر. الله أكبر.